ذكر الإمام السالمي جملة من المعايير، المعايير التي يعرف بها الإنسان حالته النفسية على هذا الوطن. من ضمنها أنه يتشبث بالوطن لا يخرج منه إلا لدواعي مهمة، إما لشيء يزعجه، وإما لعدو يريد البطش به، أو شيء مخوف، يعني بمعنى يظل متشبث بالوطن لا يخرج إلا لضرورة. طبعا كما دائما العلماء يرون في هذا قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة التي ولد فيها وترعرع فيها وتربى فيها وقضى فيها طفولته، إلى أن جاء في عمر 50 فدمعت عيناه، قال قولته المشهورة: أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم هاجر إلى المدينة. فهنا سبب الهجرة سبب مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن مكة ليست هي البيئة المناسبة التي سينتشر بها الإسلام إلى آفاق هذه الأرض، فخرج.